بدأت وزارة الصحة بتطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والذي سيكون إلزاميا كل عامين، وذلك في إطار السعي إلى ضمان التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية. أكدت وزارة الصحة على أهمية صدور قرار الفحص الدوري للعاملين البحرينيين والأجانب في المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تأخر أو امتناع أصحاب المؤسسات عن إجراء الفحص للعاملين. سيمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي الدوري، كما لا يجوز للعامل بحسب القرار الصادر مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة. ويعكس سريان القرار بالدرجة الأولى مدى الالتزام الحكومي ومستوى الاهتمام بتعزيز الصحة العامة وحماية الأفراد والحفاظ على سلامتهم والحد من فرص انتشار الأمراض المعدية في المجتمع البحريني، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.